وعايز كمان اذكر لك يا امير نقطه مهمه جدا في الاجتماع، شغال وفي وجود الاجتماع، لكن النادي الاهلي ومجلس ادارته لن ينسى ابطال النادي الاهلي في كره اليد، وده امر مهم جدا حابين نتكلم عليه ونعرف طبعاً كل جمهور النادي الاهلي. لعيبه طبعا كره اليد طبعا اللي بارك لهم على البطوله الافريقيه، وصولهم مجرد ان هم وصلوا النهارده كان في احتفال وتكريم لابطال كره اليد بالنادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، حاجه بسيطه جدا لكن مردودها بيكون كبير جدا مع اللاعبين، مردودها بيكون كبير جدا مع اعضاء طبعا الجهاز الفني، الكل بيكون متواجد، بتحقق بتلاقي مقابل وبتلاقي دعم وبتلاقي مساندة. عشان كده بقول لك زميلي امير مجلس اداره النادي الاهلي شغال في كل الاتجاهات، انشاءات رياضيه، سفريات، بطولات، امور عديده جدا النادي الاهلي الحقيقه مركز فيها بشكل كبير جدا، لكن يبقى الاهم النهارده زميلي امير هو انتظار قرار مجلس اداره النادي الاهلي في المتجاوزين في حق النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله ثقتنا تكون كالعاده في مجلس الاداره الكبير برئاسه الكابتن محمود الخطيب ان تكون قرارات حاسمه، قرارات مرضيه لاعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي.